مدام نادية أمي طالبة بأوكرانيا وهي الآن لاجئة بألمانيا. يعني أنا اليوم جينا أول وقفة قدام البرلمان بعد استيفاء 10 وقفات أو 11 وقفة أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى آخره. إذا نحن جينا اليوم كنقولوا للسيد الوزير وأيضا السفارة اللي خدوا قرارات كتمثل في أن يعني أن بإمكان البناء ديالنا يقراوا عن دراسة عن بعد. نعم نحن مع الدراسة عن بعد، ولكن إلى متى؟ يجب تحديد السقف الزمني لهذا الدراسة عن بعد، لأن الظروف الأوكرانية ليست مستقرة، لأن ديما ستنتهي الحرب، لمتى ستؤلي الأوضاع؟ يعني أن أولادنا خصنا نعرفوهم يقراوا عن بعد، يجب أولا تقنين هذا الدراسة عن بعد وضمان ضمان ضمان الستاج ديال ولادنا في زوبيتو مسبل ولا لي زانستركسيون اللي كيديروا فيهم الهندسه. اذا ما نقصيو حتى شي حد، الطلبه سواء صيادله ولا مهندسين ولا اطباء خاصهم ياخذوا براتيك ديالهم، يعني البراتيك ديالهم خاص يكون مضمون. اضيف الى ذلك ان الحلول الثانيه اللي لقاوها هي ان احداث مشروع، اقول مشروع، لان ولادنا اتصلوا بالجامعات ديالهم وقالوا لهم بان احنا بغينا نشوفوا ديك المادات، قلنا هي مجرد سون دي نوت سيغ بابي با زونكوغ ريكلامي، يعني خصنا ما كاينش شي حاجه اللي تثبت ان على الارض، يعني في الاوراق، شي حاجه على الاوراق ما كاينش في الارضيه، يعني يدرسوا في الجامعات اللي حدثهم في مراكش والدار البيضاء واكادير، يعني نصف 50% اوكراني و50% مغربي، نظرا لان الطلبه كاين اللي مشبت باش يكمل الدراسه ديالو باللغه الاوكرانيه او الروسيه، والبعض الاخر كيدرس باللغه الانجليزيه، وهادو كنشوفوا انهم تعثرات، ما يقولش يا سي فاسيل باش ندير لهم مواكبه، هذا راه تعثر كبير بحد ذاته، لان واحد الشاب اللي درس 40 او 50 وعلى اوجه التخرج كتقول انت اجي تقرا باللغه الفرنسيه راه شتي ديفيكولتي، ولو ان الفرنسي خديناها، راه لا لونغ دو تيست سي اوتر شوز. نزيد النقطه الثالثه هو ان التيست دابا اللي غيديروا الناس في المدرسه الخاصه اللي من بعدها خصو يخلص 130 الف درب لنخرج جيوب الموظفين والطبقه المتوسطه، لان كنشوف هاد الناس اللي كيديو ولادهم اوكرانيا راه ماشي برجوازيين، كون كانوا برجوازيين كون داروا المدرسه الخاصه، راه كانت هذه شحال، يعني في امكانهم يخلصوا 130، هذه غندير مدرسه خاصه وفعلا هي خاصه بمعنى المفهوم الخاص، يعني تخص الطبقه، حنا ناس عاديين متوسطين دينا ولادنا الطموحات ديالهم، ما بغيناش نحبكوا لهم الطموحات ديالهم، شجعناهم باش يحققوا الحلم ديالهم ورجعوا لبلادهم مرفوع عن الراس، ولكن للاسف ولادنا رجعوا راسهم محدور، رجعوا راسهم محدور، ما عندهم تيهزوا راسهم الان مدلولين هنا. علاش؟ لان محبطين، ما لقوش الحل اللي كيرضيهم. اضيف الى ذلك ان واحد العدد كبير من الطلبه، واقولها استسمع اني اتكلم بحرقه لاني ام، والذي في المخض الموضوع هو الذي يحس بالام، ان ولادنا جزء منهم كبير لا زالوا في الخارج لاجئين، ولادنا لاجئين في المانيا، ما عارفين حتى شي وضعيه، كيف سيؤول حالهم؟ كان بامكان ان هاد الناس ياخذوا على الاقل بالطلبه اللي في المانيا او في هولندا او في بلجيكا ويشوفوا معاهم. ونزيد واحد النقطه اخرى بالنسبه للطلبه ديال الهند، هذا مثال غادي نقولوا، بالنسبه للطلبه ديال الهند السفاره هي اللي كتكلم عليهم، حتى هندي ما كيجيب قدام البرلمان وحتى هندي ما كيجي للشارع، مع بنتي تيقراو ما كيوصلوش. السفاره ديالهم في الهند في اوكرانيا هي اللي كتحل مع السفاره في الهند، صافي سيفين. طلبه ما طلبه ما دخلش لهم. مشاكل مفتوحة بين سفارتين، أين هي سفارتنا التي تمثلنا الآن؟ أين هي؟ أين هي في أوكرانيا؟ أشنو عندها الدور؟ أشنو دورها في أوكرانيا؟ دورها هي تحل المشاكل ديال الطلبة اللي الآن عندهم مشكل كبير وكبير بزاف. وزيد على ذلك الجامعات الأوكرانية دارت واحد سيستم دو موبيليزاسيون والآن غير مفعل، يعني الطلبة تيتصلوا بالجامعات، أوكرانيا كتسد، أوكرانيا باغي تشد ولادنا فقط من أجل المال، وخص السفارة ديالنا والحكومة ديالها تعرفها. الله يخليكم. أنا لست راضية، لأن هذه القرارات لا تشفي غليلة الكل، لا تشفي ولا وهناك لغم مبهم هذيك المسائل، وتقول لي هضرة وتخليني، وراه خصك تقنيني تقنين، وتخرجي في الجريدة الرسمية، وكان أنا راضي وعارفة ولدي كيقرا عن بعد مضمون الحق ديالو، بعد نهاية التدريس. حنا التقنين بعد الدراسة عن بعد، هذيك التقنين دراسة، أنت تقولوا التقنين عن الدراسة عن بعد، وعطينا رؤية واضحة، يعني هذه الدراسة عن بعد شحال عندهم؟ راه قلتها، واش أكثر من 6 شهور؟ وكثر من عام، راه خصنا نعرفوا كيفاش، واش غنبقاو حنايا هكذا؟ والستاج ديالهم كيفاش غيكونوا؟ لأن كاين طلبة مشاو يطلبوا بستاج وصابوا مشاكل، هاد الوضع المسائل كلها خصها توضح، هاد المسائل كلها خصها توضح، وشكرا. هم عبد الصمد السنة السادسة هندسة معمارية، حنا كنتفاجئوا أن جميع الشعب خرجوا مبالغ أنهم إما عندهم إدماج ولا كونكور ولا يقراوا أونلاين، بالنسبة لنا حنا ما خرج حتى شي بالغ. شنو غنديروا؟ امتى غيكون الكونكور؟ الا كان الادماج، مع العلم انهم قالوا ان النسبه ديالنا قليله بزاف، يعني يمكننا ندخلوا ادماج في كليه الهندسه المعماريه في المغرب. فحق لحد الان ما خرجتش شي بلاغ،
كنتسنى وزارة التعمير، وزارة التعمير ترد على وزارة التعليم العالي باش يخرج بلاغ امتى غيكون الكونكور، وإلا بقينا كنقراو اونلاين واش ما يكونش عندنا مشكل في ليكيفالونس. شكرا. السلام عليكم، اليوسفي عبد القادر رئيس الجمعية الوطنية لأمهات وآباء طلبة المغرب بأوكرانيا، أب لطالبة تدرس في أوكرانيا السنة الثالثة صيدلة. جينا اليوم إن شاء الله لنقول إلى السيد وزير التعليم العالي وإلى رئيس الحكومة على أننا كآباء وأمهات تاع الطلبة العائدين من أوكرانيا قصرا لنقول لهم لا ثم لا لإحالتنا على التعليم الخصوصي. التعليم الخصوصي بحيثياته ومخرجاته التي جاء بها السيد وزير التعليم العالي. لماذا؟ السيد وزير التعليم العالي لم يخرج ببلاغات رسمية توضح ما اتفقنا عليه في اللقاء الذي جمعنا به يوم 29/8/2022. هذا اللقاء اللي قالنا نضمنوا لذاتكم لي طرافو الدراسه عن بعد، سنضمنوا لهم لي طرافو براتيك التدريب الميدانيه هنا. هذه المسائل هذه لم يصدر اي بلاغ يعترف بهذه الامور، وما دام انه لم يصدر اي بلاغ من السيد وزير التعليم العالي او من الحكومه نعتبر هذه المسائل كلها مجرد كلام لا اقل ولا اكثر. ثم انه احاله على التعليم الخصوصي، هذا التعليم الخصوصي بالاجراءات اللي جاء مباراه يعني ان موانزه، يعني المستوى اللي يقرا فيه الطالب هذه السنه 2021/2022 هو اللي غيتمتحن فيه ولا نجح، يعني غيبقى في هذا المستوى ماشي المستوى اللي السنه 2022/2023. هذا الشيء كلها بلاغ رسمي من السيد وزير التعليم العالي لم يوضح هذه الامور. مثلا نمشيو بعيد، أنا أتساءل هاد السنة ضافوا 21% ضافوها للتعليم، الطلبة اللي غيلتحقوا بالمؤسسات الجامعية الصيدلة التخصص الصيدلي، لماذا لم يتم هاد الطلبة اللي رجعوا أوكرانيا قصرا، هاد 20% كان من الأولى يستافدوا بها الطلبة تاع العائدين من أوكرانيا. هاد التعليم الخصوصي يتلقى دعم من طرف الدولة، ماشي هو تعليم خصوصي 100%، الحال أنه يتلقى دعم من طرف الدولة. يعني لماذا هد الاحاله تاعنا على التعليم الخصوصي وتقول بانه خلى التعليم الخصوصي عمداء الجامعات منهم الاباء والامهات يعني على حسب الدخل تاع كل واحد، والحال اننا كلنا في اوكرانيا نؤدي متساوون، نؤدي المبالغ لجامعه اوكرانيا. ثم ان التعليم الخصوصي هنا المبالغ اللي هي تاديوها قالوا لنا بانه خصك تاديوها في اوكرانيا في الجامعات الخصوصيه في المغرب تصل الى 12 مليون 13 مليون. هذا الشيء مبالغ هائلة خيالية بالنسبة لنا، ونحن من الطبقة المتوسطة ومنهم الأقل بالمقارنة ما نؤديه إلى جامعة أوكرانيا هو في حدود 50,000 درهم كأقصى، بل هناك من يؤدي أقل، هناك من يؤدي غير 3 مليون في الجامعات في أوكرانيا. وبالتالي نحن في الجمعية الوطنية لأمهات وآباء طلبة أوكرانيا نقول لا لإحالتنا للتعليم الخصوصي بهذه المخرجات التي جاء بها وزير التعليم العالي، لا لإحالتنا على الدراسة عن بعد بدون دراسة عن بعد مرحبا بها، احنا حبدناها كمخرج من المخرجات، ولكن لابد من هذيك لي طرافو براتيك على الصعيد الوطني، خاص توثيق، خاص تخرج بلاغات رسمية من السيد وزير التعليم العالي أو من الحكومة بالناطق الرسمي، يخرج لنا بلاغات رسمية يوضح لنا هذه المخرجات، وبالتالي حتى يكون جميع الآباء والأمهات والطلبة على بيّنة من أمرهم ويختاروا الجهة المبتغات. أقول مرة أخرى بالإضافة إلى هذا وذاك، هناك طلبة اللي في الخارج، طلبة اللي في الخارج تاهم خصهم حلول. هذوك وليداتنا راه كاين اللي من خرج من أوكرانيا مشى للدول الأوروبية وبقى تما، كاين اللي جا للمغرب وانتظر 6 شهور وما كاينش حل ودار فيزا ترانزيت ورجع لأوروبا. علاش رجع لأوروبا؟ كل طالب والتي قلب على حل ذاتي، حل خاص إن قدرسوا به. تنقولوا السيد وزير التعليم العالي والحكومه خصها تتحمل المسؤوليه في هذه الامور. عندنا اتفاقيات تجمعنا مع الدول الاتحاد الاوروبي اقتصاديه، لما لا تفعل هذه الاتفاقيات لما يخدم مصلحه الطلبه؟ حتى هذا الشيء راه وصل الموضوع. السيد وزير التعليم العالي يعني سد الابواب التعليم العمومي، استقبال الطلبه في التعليم العمومي سد الابواب. نحن تنقولوا احنا كمواطنين مغاربه وليداتنا رجعوا قصرا الى ارض الوطن ماشي اختيارين، وبالتالي لابد من ايجاد حل
هذا الحل الاحاله تاعنا على التعليم الخصوصي تنقول بالاضافه هناك شرائح متعدده، كاين اللي بغى يمشي للخصوصي مرحبا، ولكن ماشي بهذيك ماشي بهذيك المخرجات، اللي بغى يمشي للعمومي تاهو خصنا حنا مواطنين مغاربه نؤدي ضرائب لهذا الوطن. تكلفنا عناء سنوات الدراسه تاع وليداتنا وخلصنا عليهم، يعني من المفروض ان الدوله هي اللي خصها تكلف هذاك الشيء، والحال ان الدوله خصها توجد تزيد حل هاد الوليداتنا، لماذا لا يدمجوا في الجامعات العموميه؟ علاش؟ واش من تكون شي ظرفيه استثنائيه تعيشها الوطن كل شيء يتجند من اجل مثلا الفيضانات او الحرائق او 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 كل شيء تدير لجان تتبع التعويض، هاد الطلبه تاعنا هما كارثه، تا هما الانسان تا هما ان شاء الله طال العمر. تحيه جمعويه وشكرا. بوطيب حليمه ام طالب من الطلاب المقيمين باوكرانيا، أناشد الآباء والأولياء التلاميذ في هذا اليوم، هذه الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان، كي يسمع صوتنا الملك محمد السادس نصره الله، ويسمع صوتنا كذلك الوزير الأول. نناشد جميعاً هذه المرة الوقفة الثانية عشر من الوقفات، نريد آخر قرار من فضلكم، نريد آخر قرار، آخر قرار، جزاكم الله خير. نريد آخر قرار للطلبة الذين عاشوا الهلع الحرب والخوف، ونحن هم في أوكرانيا في الخوف والهلع، ونحن في المغرب نعاني من أجلهم. نطالب أن يندمجوا في القطاع العمومي، وإذا لم تكن هذا القراءة عن بعد يكون لنا عقود أو موثوقة في الأخير كي تكون لا خلاف فيها ولا تكذيب. وكنشكركم جزيل الشكر على هذا المجهود. وحسين الهواري من مكناس، الولد ديالي وحسين محمود درس في اوكرانيا بالضبط في خاركوف ست سنوات، سنه ديال اللغه وست سنوات اخرى، ما ساعدوش الحظ ما جابش امتحان ديالو ديال التخرج مع كورونا ومرض، وجا لهنايا دابا في هاد السنه، هذه السنه اللي مضات كان تيتهيئ خدا لافيتاسيون ديالو باش يمشي يدير الامتحان، لان كان خاصو غير امتحان يدوزو. وقفات معنا الحرب نيت في المنطقه ديال خاركوف، ما استطاع شيء. دابا الحاله ديالو حاله نادره لانه هو كمل، والامتحان ديالو ما يسمى بالكروك عندهم تما، هو اللي ما خداش، خدا ديال السيمستر الاول، كاين واحد امتحان وطني وكاين واحد امتحان ديال الجامعه، ديال الجامعه خداه وديال الوطني ما خداش. دابا الحاله ديالو هو موقفه، ربما حاله نادره، ماشي بحال الحالات الاخرين ديال الناس اللي داروا السنه الثالثه او الرابعه او الخامسه، هو راه كمل، دار السنه ديال اللغه وست سنوات ديال الدراسه. المطلب ديال ما عرفناش بالضبط، لان هو دار لافيتاسيون باش يمشي نطلع حرف في ديك المنطقه ديال خاركوف، دابا وقف. ما كرهت شيء بحال دابا مثلا يكمل في المغرب، ما كرهت شيء، غير كيفاش غادي يدار الحاله هذه؟ ما بقى له والو، هو راه كمل، هو كمل، اه هو كمل، ما خصو حتى حاجه، هو كمل. ما سمعتك شيء. ما كرهناش يكون روكريتمون، ما كرهناش يتروكريتا. لا فوالا، لان خدا لافيتاسيون كان عامل ولا غادي يمشي باش يدوز امتحان ذاك النهايه، حتى غادي يمشي حتى لو موا 3 ولا 4 عادي يمشي يكون تما باش يدوز ليكزامان ديالو، نط الحرب تما في خاركوف ما مشاش، ولا عنده لافيتاسيون عنده كل شيء وخلاص السنوات ديالو قضاها تما الى اخره. دابا المشكله موقف، ما دابا مازال موقفين الحاله ديالو موقفه، ما يمكنش سميتو، حنا ادينا ما يكفي باش يقرا الانسان 7 سنين تما، وداك الشيء زعما الانسان موظف عادي وموظف متوسط زعما ما يمكنش يزيد يخلص عاود المدارس هنا ولا الكليه الخاصه باش يخلص نعم واحد القدر عاوتاني. لا فهمتي، كانوا دي زيكزام واخا النقطه ديالو كانت مزيانه وداك الشيء، كانت 14 ديمي اللي كانت في ليكزام ا ليبوك، ولاني كان لو تري كانت لا سيليكسيون كدار على 16، كدار لا سيليكسيون كان 16 كذا، ما دارش لان خصو يدوز ليكزام لا سيليكسيون، ما تخداش في لا سيليكسيون. هما لي نوت كانوا عنده مزيانين، وخصوصا في الاس في تي كانت عنده تري بون نوت، ولاني ما ساعدوش حد باش يتسيليكسيونها باش يدوز ليكزام. ولا قلنا امكانيه باش ياخذ الدبلوم ديالو، بما انه عاد الرغبه ديالو كانت في الطب وكانت ميدسين، صيفطنا لاوكرانيا. وفي الاخر انت كتشوفي دابا هاد الحالات هادو، هو مرض كانت هو كيتشكى من لازم الى اخره. وشكرا سيدي، الله يبارك فيك.
قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم.